الحجارة في ساحل علمة بكت مريم، أهلها، أقاربها، أصدقاؤها ورفاقها، الكل حضر إلى كنيسة مار نهرة للوداع الأخير وسط غصة امتزجت بالرجاء، رجاء القيامة مع السيد المسيح. ترأس الصلاة عن راحة نفسها النائب البطريركي العام المطران رولان أبو جودي، موفدا من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، كما شارك العائلة وجعها السيدة جويس لجميل ونائب رئيس حزب الكتائب سجعان أزي. وألقى الأب نبيه الدرس الرقيم البطريركي الذي تضمن إدانة للجريمة ومطالبة للدولة بإنزال ما تستدعي العدالة من عقوبات بحق المجرم، وهي مطالبة رددها أيضا كل من عرف مريم وبالأخص خطيبها. الزلمة اللي عمل هالشغلة ما حتروح هيك، القصة ما حتروح هيك، بده ينجاب لهون على قلب ساحل علمة خفيف، وبده يصير فيه مثل ما صار فيها، بده يندبح هون بقلب ساحل علمة. لو أنا بدي أقتله على إيدي، أنا لو بدي فوت 100 سنة حبس أنا حقتله. ما في يعني قد ما حكينا ما في بقى حكي، يعني بنت ما بتستاهل ملك. يعني أنا كنت عايش بالسويد وجيت لهون تعرفت عليها، وأنا إنسان ما كنت فوت كتير على الكنيسة، هي علمتني أنا فوت على الكنيسة، هي أعطتني الرسالة، هي مشتنا على طريق كنت ماشي على طريق غلط، ومش بس لإلي لكل العالم، يا حي عم بتشوفي قدامك كل العالم. في مشوارها الأخير إلى مدافن العائلة رافقها كل من حضر بالتصفيق والأرز والدموع، لكن أمنية عائلتها تبقى ألا تكون مريم قد ذهبت سدى، وألا يفلت المجرم من العقاب، ولا تموت القضية في سراديب الروتين القضائي. فبحسب معلومات للام تي في، تبين أن المجرم فتحي جبر السلاطين الذي نفذ وحده الجريمة كان ملازما أول في مخابرات الجيش السوري ومعه بطاقته، وفيما التحقيقات معه مستمرة علم أنه لم يكشف بعد عن المكان الذي أخفى فيه هاتف مريم الخليوي ومسبحتها والإنجيل. كما علمت الام تي في أن تمثيل الجريمة قد أرجئ لبعض الوقت حتى تهدأ النفوس المشحونة في بلدة ساحل علمة.